عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل على الوطنية الثانية والموعد الأسبوعي من سبور بلس. عديد التحقيقات الروبورتاجات وأهم موضوع الملف اليوم باش يكون حول واقع الرياضة النسائية في تونس، أهمية وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة، اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وأيضا مختلف الأطراف خاصة المجتمع المدني. أيضا باش نحكيو ليلة على اختصاص جديد في تونس، الريشة الطايرة. الريشة الطايرة هذه اختصاص باش نحكيو فيه على أهميته في الوسط المدرسي والجامعي، وكيفاش نجمو نطوروا العمل خاصة على مستوى الرياضة المدرسية والجامعية. كما قلنا لكم باش يكون موضوعنا الرئيسي باش يكون حول واقع الرياضة النسائية، وحاضرين معنا أساتذة وأيضا بطلة أولمبية، بطلة عالمية وبطلة إفريقيا. معنا مدام نهلة بوذينة، المنسقة العامة للجنة المرأة والرياضة باللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. مرحبا مدام نهلة. مرحبا بكم. مدام ريم الجنحاني، باحثة في العلم النفس الاجتماعي والرياضي، وأيضا تمثل المرصد الوطني للرياضة. مرحبا مدام ريم. عايشك، مرحبا بكم. البطلة المتألقة واللي فرحانين ديما باش تكون معنا في الترزة الوطنية، نهال شيخ روحو. مرحبا. مرحبا ترايا، مرحبا وميرسي على الاستضافة. مدام نهلة، نحكيو معك ديما العمل على مستوى لي غوشيرش، البحوث على واقع رياضة نسائية في تونس، الرياضة النسائية الواقع نتاعها في ظل عديد الصعوبات، وأنتم كلجنة وطنية أولمبية تونسية في كل مرة قاعدين تقوموا في خطوات جديدة. دقيقة اليوم لبست كاسكيت نتاع اللجنة الوطنية الأولمبية، ما معناها كارير نتاع تقريبا توا 20 سنة في الرياضة النسائية، وكنت على رأس مكتب الرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة. والنجم نأكد لك اللي الوضعية اليوم تمشي وقاعدة صعاب برشا، تبقى معناها أنا نقول ما هيش حاجة سبيسيفيك للسبور فيمينا أكاهو، حتى الرياضة بصفة عامة معناها عندها مشاكل كبيرة برشا برشا. بقى بما أن الظروف في الرياضة النسائية معناها أغلب الظروف في الرياضة ككل، الشيء اللي خلى وقت اللي تنقص شوية في ميزانية الرياضة النسائية ويبعدوا المستشارين على الرياضة النسائية باش نلقاو تقريبا روحنا في الصحراء. الشيء اللي خلى معناها اللجنة الوطنية الأولمبية تعاود إحياء اللجنة هذه، لجنة الرياضة النسائية، على خاطر محتاجة معناها دفع جديد، محتاجة روح جديدة، محتاجة عباد أكثر يكونوا ملتفين على الدوسي هذايا. هذا الشيء اللي قمنا به وحاولنا، توا عندنا تقريب 3 أشهر نخدموا على الشيء هذايا، وحبينا نعطيو نحطوا اون بلاس استراتيجية جديدة اللي باش تخول لنا نبنيو عليها من هنا حتى 2024 ان شاء الله، وان شاء الله تكون انطلاق، ان شاء الله الناس الكل تبدا مضافره جهود، على خاطر اللجنه الاولمبيه ما تنجم تكون كان باش تنصح، كان باش تواجه، كان باش تكون معناها استراتيج نتاع المشروع هذايا، ما تنجمش تكون المنفذ. منفذ باش تكون ان شاء الله وزاره الشباب والرياضه وتنسيق عام بين الوزارات المعنيه، اللي خاطر هو مشروع ماهوش مشروع نتاع جانب واحد، هو مشروع دولة. أنا نعتبره بلاصة المرأة ماهيش صغيرة باش اليوم نخليوها وحدها معناها تتخبط في المشاكل الكل. نرجع للندوة الوطنية اللي نظمتها اللجنة الوطنية الأولمبية، العمل اللي كانت موجودة في اليومين بحضور عديد الأخصائيين، أيضا عديد الرياضيات، رئيسات جمعيات وجامعات، نشوفوا مع فراس بن سعد موجي المازي نرجع نحكيو أكثر. في وقت ساهم خلاله العنصر النسائي بنسبة فوق 70% من تتويجات الميداليات في المحافل العالمية والأولمبية، تعيش الرياضة النسائية وضعية صعبة في تونس، خلت الجمعيات الرياضية تعاني من نقص في الموارد وصعوبات في إيجاد ملاعب وقاعات للتمارين، الشيء اللي أثر على إقبال المرأة التونسية على ممارسة الرياضة. وفي ظل الواقع هذا قامت اللجنة الوطنية الأولمبية بمبادرة مثلت في ندوة وطنية، الهدف منها وضع استراتيجية واضحة وناجعة من شأنها باش تنهض بالرياضة النسائية وتحقق التوازن الاجتماعي والمساواة بين المرأة والرجل على مستوى ممارسة الرياضة. الغاية متاعنا أن نحقوا الديمومة متاع الأنشطة النسائية على أسس واضحة وصحيحة منصارة في نطاق استراتيجية وطنية. هذاك علاش احنا عملنا هاليومين هذوما للتفكير ولوضع هذه الاستراتيجية. إن شاء الله يوم 8 مارس اللي هو اليوم العالمي للمرأة التونسية تمضى فيه هذه الاتفاقية ما بين كل الأطراف المعنية بشأن الرياضة النسائية. أنا أسيب باش نخرجوا لي بوان نيجاتيف وأتريتي واللي هما باش نجموا يحسنوا الوضعية، والبقية الكل
لي زورغانيزم المعنيه هما اللي لازمهم يخدموا ان شاء الله باش يطبقوا او موان اون ريست اوبتيميست او موان 50% من اللي قلناه. الندوه كانت منقسمه على 3 محاور رئيسيه واللي تمثلت في نشر الممارسه الرياضيه لدى العنصر النسائي مختلف فئاته العمريه وكيفيه تعزيز حضور المراه في مواقع الرياده في الهيكل الرياضيه، كما وقعت تطرق لوضعيه المراه العامله وابراز دور اصحاب المؤسسات في نشر الرياضه النسائيه. عرفوا معناها اللي تعاطي المراه الرياضه ما يفوقش 1%، وهذه نسبه توجع القلب في تونس. المشكل هما النتائج هي اللي تخبي الحقائق، تخبي حقائق معناها حق المراه في تعاطي الرياضه. في الورشات الكل فما نحكيوا على الصحه ونحكيوا على لا مونتاليتي كي دو شانجي، خاطر اليوم تجي اليوم شيف دونتربريز تقول له يلزمك تحط الكل، تقول لك اي، اما يلزمك يفو سافوار كومون لو كونفانكر، ومش سافوار مش نمثلوا عليه احنا اليوم. معناتها كي انت المراه تبدا معناتها لو بيانيتر والصحه والواحد الكل باش تعطيك معناتها الغوندومون، باش معناتها يقول اليوم معناتها سي ان تريو كي غانيون لورغانيزاسيون ليفيكاسيتي لو بيانيتر. وضعيه الرياضه النسائيه في تونس موضوع تحثت فيه الهياكل الرياضيه في عديد المناسبات، لكنها ما كانتش تتجاوز حدود النظريات، واليوم نشوفوا خطوه جديده من اللجنه الوطنيه الاولمبيه اللي شاركت كل الاطراف والوزارات المدخله باش تلقى الحلول، خطوه ينتظر منها الكثير وتكون الاستراتيجيه الوطنيه بجوانب عمليه تخلي الهدف يتحقق المره هذه ونشوفوا واقع جديد واحسن للرياضه النسائيه. ريم، الوضعية الحالية اللي هو تدهور معناتها الفرق النسائية وأيضا وضعية عامة بالنسبة للرياضة النسائية في تونس، كباحثة الوضعية هذه صعبة وإحنا قاعدة تراكمات اون ديسيني توا وإحنا بدينا نتراجع. شوف الوضع اللي نعيشوه اليوم مربوط معناها ربط كبير بالوضعية المؤسسة التربوية، على خاطر كي نحبوا نحكيوا شوية على الرياضة والأوساط اللي معناها اللي يخرجوا منهم لي شامبيون لي شامبيون القدم ولا براتيك، معناها كانت فما الاستكشاف والاستقطاب المواهب كانت في المؤسسات التربوية في العمر اللي هو كان من 6 ل 12 و 12 معناها في بعد البلوغ وقت المراهقة، وكانت وقتها معناها كان فما كل لا باسيون اللي يبداو يعرفوا كل واحد شنو اللي عنده بسيكولوجيكمون، كلي اغريسيف يبعثوه دون دي سبور اللي هما يطلبوا شويه اغريسيفيتي، اللي يعني هذا المربين ولي زاكتور دو موند سبورتيف. معناها كان فما لهوه كبيره في المؤسسه التربويه. بيان سور اليوم معناها الوضع اللي نعيشوا فيه صعيب، والعوائق انديبوندامون من المؤسسه التربويه زاد عوائق اجتماعيه والعقليات، ونعرفوا العقليات من اصعب الحاجات اللي نجموا نخدموا عليها، وهي ماهيش دوره تحسيسيه نتاع نهار ولا مره، ولا معناها لازم ديمومه في الحكايه هذه اللي اليوم احنا العقليه في تونس تطورت معناتها على مستوى التفكير معناتها الفهمي، ما عادش عندنا ممارسة الطفلة معناتها الرياضة راهو يلزمنا نطوروا هالعقليات. شوف المساواة جوستومون باش ما نكونوش هي فما شوية أن انكونسيون كوليكتيف ثريا، يعني كي تشوف في العائلات كيفاش يسيبوا طفلة ويسيبوا طفل اليوم بالمشاكل شوية نتاع الأمن، بالمشاكل نتاع معناها المواصلات الناقصة، معناها ساعات التجهيزات والمعدات ماهمش متوفرة، ماهوش كيف كيما نبعث ولدي 6 نتاع العشية بعد لونترينمون، ولا نبعث بعد القراية معناها وقت لونترينمون، وإلا نحطه في السنتر نتاع سبور ولا نتاع إليت ولا سنتر دو بروموسيون، مش كيما الولايات كيما البلاي. هذا الوضع معناها كي نشوفوا جوستومون فعليا شنو قاعدين نراو، احنا ماذا بينا جوستومون اون لوت كونتر سا. وشنو هو معناها لي لوفيي اللي باش نجموا نتجاوزوا هذايا؟ معناتها العمل نتاعكم بالنسبه لي كباحثه وخاصه توا انت مثلا تمثل مرصد وطني الرياضه، نخدموا على البحوث، نخدموا مثلا على الوساطه المدرسي، الوساطه العائلي، باش نعاودوا نخرجوا بناتنا يتدربوا ونختاروا وين قاعدين نجموا يتدربوا. هذا 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 معناها من ناحيه، ومن ناحيه زاده ثانيه كيف احنا توا في استراتيجيه هذيا معناها نتاع الرياضه النسائيه والفيمينيزاسيون دو سبور، كيف تبدا فما زاده الامهات واعيه بقيمه الرياضه، كو سوسوا في تحفيز الطفل في حياته، كو سوسوا في الجانب الثقه بالنفس، كو سوسوا في الكومباتيفيتي والفورس مونتالي تعطيه له، حتى اللي هو معناتها سي ان لوفي دو بيرفورمانس حتى في الحياه اللي هي المهنيه نهار اخر. مش مربوطه تكون قول انت بالنتائج، اعطينا مثلا مارسوا الرياضه. والنتائج هوني كيف هوني تسويق الصوره نتاع الرياضيه معناها نخبه. انا نقول اليوم وقت يراو دي موديل كيما اليوم معناتها بحذينا منال شيخ روحو ولا حبيبه الغريبي اللي معناها كيف تراهم وصلوا وبعد معناها المشوار نتاعهم الرياضي كيف حققنا لهم معناها الحاجات اللازمه بعد المشوار الرياضي، وهذا ياسر مهم. هوني ليماج معناتها فما حاجتين باش نخدموا عليهم، ليدوكاسيون من ناحيه، التربيه من ناحيه، والليماج وتسويق معناها
الرياضيه التونسيه من شراء اخرى. نهال اليوم انت بطله افريقيه وبطله عالميه وكنت معناتها دربت في صفاقس قبل ما تجي تونس، تراجع توا الممارسه على مستوى خاصه في رياضه الجيدو معناتها بالنسبه لكم قاعده ترى فيها تتراجع؟ شويه على يعني قبل شويه انا تخرجت معناتها اول حاجه من سونتر دو بروموسيون معناتها كنا فهمت اول ما عملت جيدو في سونتر دو بروموسيون بعد التحقت معناتها بالجمعيه وكل ما فما حاجه تفس الموضوع كل انه اول حاجه العائله راهي العائله هي الباز معناتها باش تشجع صغيرها معناتها انا كنتذكر انا روحي صغيره معناتها يضحي معايا بابا وامي يهزوني يجيبوني حتى في الليل معناتها نترناو وخاطر جمعيه هذاك هو وقت اللي ترناو بعد ما يكملوا القرايه بعد معناتها مع 6 6 ونص تاع العشيه فهمت وفما حاجه تويك معناتها خاصه في الرياضه النسائيه شنو هي الصغار معناتها يقول لك يشوفوا مثلا الطفل هكايا ويشوفوا سبور ويقول لك ما نحبش بنتي هكا ولا حاجه راهو معناتها مونتاليتي غلطه جمله بالعكس انا نقول لهم شجعوا بناتكم ويدخلوا سبور وبالعكس فيه مستقبل وفيه كل شيء نجم يوصل حاجه بعيده انا كما كانت ليش معناتها سبور راني معناتها ما نعرفش فيش حاجه اخرى نعمل انا ما كملتش قرايتي والحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما رياضه نسائيه في العلالي ان شاء الله. مدام نهله اليوم المشاريع متوفره والاقتراحات ودي بروبوزيسيون كل مره قاعدين نشوفوا فيها بعمل مشترك بين مختلف الاطراف. اليوم الحلول اللي تلقات في الندوه الوطنيه وقبل شهرين معناتها من الاحتفال باليوم العالمي للمراه على ارض الواقع قادرين باش ننفذوهم الخطه هذه؟ ماذا بيا نعقب على حاجه بركه معناتها مش نعقب معناتها نحب ناكد الزوز مدام ريم ونهال قالوا حاجه اللي هي مهمه ياسر وحاجه من اللي خرجنا بها من الملتقى هذايا هي رياضه العائله وهذا مشروع على نخدموا عليه عندنا مده وتوا بريسك في معناها لي توش فينال نتاعو مع وزاره التربيه احنا معناها انطلقنا في مشروع رياضه العائله وقلنا ما ينجم يكون معناها وريم تكلمت على سيكوريتي نتاع البنيه اللي معناها اليوم ولا مشكل كبير نتاع سيكوريتي والعباد ولات تخاف الوالدين تخاف على اولادها دونك قلنا الحل الوحيد هو ما ينجم يكون تتعاطى الرياضه والرياضه كي نقول رياضه رياضه للجميع رياضه معناها حق مواطن في تعاطي رياضه حق الفتاه في تعاطي رياضه مانيش نحكي على الرياضه مستوى عالي على خاطر هذه تقع واقع كونفيزيون كبيرة على خاطر المستوى العالي ما يمثل كان 0.0001 أما معناها كي نجي أنا في مؤسسة تربوية اللي فيها تقريب 2000 تلميذ ممكن تعدى 50 سنة وما يجيش فيها تلميذ مستوى عالي أضرب ال 2000 تلميذ في 50 سنة شوف قداش عندنا من جينيراسيون مشات وما يعرفوش قيمة الرياضة ولذا احنا نخمو ساعة في القاعدة باش نجم توصل معناها تبدل المونتاليتي باش نجم تعمل حاجه ايفيكتيفمون معناها يلزمنا نتعداو للرياضه ورياضه العائله اليوم تسامبوز معناها في وسط مؤسسات تربويه اللي هي موجوده في كل بلاصه والفضاءات الرياضيه في المؤسسات التربويه معناها موجوده ومانيش قاعدين نستغلوا فيها والكل نقولوا باش نلوجوا الحلول موجوده واحنا نتفرجوا هذا الشيء اللي خلانا معناها نمشيو فولونتي معناتها كلها خلاتنا نمشيو للوزارات المعنيه ما تنجمش هذاك علاش نقول لك انا هي مشروع دوله المهم كل واحد لازم يعرف التاش نتاعو والوزارات مش كل وزاره تخدم على شيره ولا كل جهه تعرف اللي لانتيغي جينيرال والمصلحه هي مصلحه اذا استفادت منها وزاره التربيه استفادت منها اللجنه واستفادت منها وزاره الشباب والشؤون الاجتماعيه شؤون الشباب والرياضه دونك هي الهدف واحد هو تقريبا هو الهدف بالفعل معناها خاطر كنا قبل الناس كل واحد يرى من منطلق انه هو شنو اللي باش يعمل، ما نخموش في الانتيغي نتاع التلميذ اللي عندنا غادي، ما نخموش في الانتيغي نتاع المواطن هذاك اللي يلزمه يتعاطى الرياضه، يقعد الانتيغي فوكاليزي كان على المسؤولين والادارات، الوغ كو الانتيغي هو يلزم يكون معناها الطفل التونسي ولا الطفله التونسيه وشنو المبتغى شنو نحبوا منه هالمواطن التونسي اش نحبوه يكون نحبوه يكون ايبانوي نحبوه يكون متوازن احنا حاجتنا يكون بالفولي سبورتيف والفولي سوسيال هذاك يلزم الكل معناتها يلزم كله الناس الكل تصب في نفس يلزم الناس الكل تخمم من المنطلق هذا هو لوبجي نتاعنا احنا لوبجيكتيف نتاعنا احنا هو المواطن التونسي مش الوزاره ولا الوزارات المعنيه كما كنت انا مدام قص عليك مدام نهله كما كنت اللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه قامت بندوه وطنيه ايضا كانت وزاره شؤون الشباب والرياضه قامت بتخصيص يوم للرياضه النسائيه كان فما احتفالات كان فما عديد الانشطه بالنسبه للفتيات جمعيات وجامعات كانوا حاضرين شوفوا مع فوزي بن سالم في القبه شنو صار ونرجعوا. We'll be right back.
24 جون في 2019 ولأول مرة في تاريخ الرياضة النسائية التونسية تحتفي وزارة شؤون الشباب والرياضة بالمرأة والرياضية التونسية أول مرة رغم النجاحات والتألقات على مر السنوات. استجابة كبيرة برشا، عدد الجامعات اللي بادروا وتحمسوا للمشاركة يفرح برشا ويبشر بكل خير، وهذا بالطبع يحملنا مسؤولية أكبر لأنه الناس اللي تستجيب وتجيب خاصة في وقت متأخر معناها سريع، هذا دليل أن الناس هذه سقف توقعاتها منا عالي واللي نحن واجباتنا تجاهها كذلك تكبر. الرياضة النسائية في تونس قاعدة ترفع في عالم تونس أكثر من جميع الرياضات، عدد البطلات متاعنا أكبر من عدد الأبطال متاعنا، وهذا يشرف تونس كما نحن نتوقع من أبطالنا الذكور أن يرفعوا رأي تونس. هي يوم العالمي للرياضة النسائية، وإحنا بطبيعة الحال قاعدين نخدموا كجامعة للرياضة للجميع مع وزارة الشباب والرياضة باش ندعموا أكثر الرياضة النسائية في الفئات العمرية الكل، وهذه فرصة بجينا العائلات متاعنا وجبنا الرياضيات متاعنا وولادها وبناتهم باش يحضروا في الاحتفال هذايا باش ندعموهم ويحسوا أن البلاد وتونس والوزارة على في خدمتهم واللجنة الأولمبية. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الرياضيين الأبطال البطلات ويوفق زاد الرياضيات اللي هم مش بطلات والأمهات والأخوات وحتى الرجال يدعوا فيها النساء هذوما. وزارة شؤون الشباب والرياضة والجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع باقي الجامعات والرياضات الجمباز، تيكواندو، جيدو، كرة الطائرة، كرة اليد والكرة السلة وغيرها كانت حاضرة من خلال لوحات متميزة. رغم أن التنظيم كان في وقت قياسي لكن الحضور كان قياسي وإيجابي. هي مبادرة طيبة ياسر من طرف وزيرة الشباب والرياضة، وإن شاء الله المبادرة هذه تتعاود معناتها تولي مرة في العام، خاصة التاريخ هذايا ما كناش نحتفلوا بها احنا، كنا نحتفلوا ب 8 مارس معناتها باحتفالات أخرى، هذه أول مرة إن شاء الله مشكورة على ذلك السيدة الوزيرة، إلا أن الرياضة النسائية بتونس بعد لزاني 70 لزاني 80 وخرت في جل أنواع الرياضة، الرياضات الجماعية الرياضات الفردية مالوروزمو علاش وخرت في مخص عدم وجود القاعات المغطاة بتونس ناقصين برشا، عدم الدعم. المرأة التونسية والرياضية بالأساس حققت نجاحات وتألقات لأن ما يخصص لها لا يفي بالحاجة، ومراجعة سياسة الدولة خاصة من حيث الدعم المادي أصبح ضروريا. الرياضة النسائية ماهيش لاقية أكل الإشعاع اللي ننتظروا فيه، خاصة على الرياضات الجماعية، في الألعاب الفردية كل مرة تطلع كعيبة، لكن في الرياضات الجماعية اللي تستدعي أكثر مصروف وأكثر موارد مالية باش تنجم تقيم جمعية متاع 30 ولا 35 رياضية، عندنا إشكاليات كبيرة في مستوى التمويل. الرياضة النسائية كانت عندها مشاكل برشا على خاطر كانوا الناس كل لهين بالرياضات الجماعية ونساو الرياضات النسائية والرياضات الفردية، ولو أن احنا كي نرجعوا للتاريخ احنا اللي حققنا أكثر معناها ميداليات وكؤوس في التظاهرات الكل، شوف معناها في لي جو ميديتيرانيان، شوف في لي جو معناها في لي جو أولمبيك، دونك احنا يظهر لي لازم سلطة الإشراف تولي لها أكثر اعتناء وأكثر امتيازات باش نحاولوا نحقوا اكثر على خاطر المراه التونسيه والرياضيه التونسيه ورات القدرات نتاعها، ومازال باش توري اكثر بشويه دعم وبشويه محبه وبشويه تشجيع اكثر. الرياضيات التونسيات كانوا في الموعد صغارا وكبارا في كل الاختصاصات، معربين عن املهم في التفاته استثنائيه للرياضه النسائيه التونسيه ولبطلات تونس. المراه الرياضيه المسؤوله المدربه والحكمه والرياضيه بالاساس. كرة السرعة رياضة جديدة في تونس وفما برشا صعوبات مالية ولوجستية وكل شيء، إن شاء الله هذايا الميساج يوصل اليوم تكون فرصة باش سلطة الإشراف والمسؤولين في البلاد الكل يلتفتوا للرياضات الفردية هذه اللي تخوف توجور دو مال باش تلقى دي سبونسور ولا تلقى موارد ذاتية موارد دعم ذاتية، مصاب تشجعوا جواريتنا، مصاب تشجعوا الرياضة هذه، ورياضة ماهيش مكلفة بالكل، أي حد ينجم يمارسها. نساء تونس ما تستحقش برشا حاجات، هي تستحق كان دعم وشكون يساندها وكل شيء، دونك نحن بمجهودنا وقدراتنا قاعدين نتقدموا بشويه بشويه، ما هذا ما يمنعش اللي نحن نستناو
شكون يدعمنا. اكيد اليوم بالنسبه لي انا معناها افضل يوم معناها احتفال بالمراه التونسيه لرياضه تخص الرياضه العاب للقوى المعاقين، وحاجه تشرفنا خاطرها رافعين راي تونس في سواء في تونس ولا في الحافل الدوليه، واكيد نهار معناها متميز بالنسبه لنا نحنا، وان شاء الله ديما هكا متعلقات سواء النساء ذوي الاحتياجات الخاصه والا النساء العاديين، ان شاء الله ديما منورين تونس في كل المحافل الدوليه. الرياضية التونسية أثبتت مكانتها وقدرتها على التألق محليا إفريقيا وعالميا لو يتوفر لها الدعم اللازم والإمكانيات الضرورية وإزالة العراقيل والتي أجابت عنها وزيرة شؤون الشباب والرياضة السيدة سونيا بالشيخ. هو للتصحيح هو الاحتفال باليوم الدولي للرياضة النسائية، هو 24 جانفي من كل سنة، العادة هذه بدأت في فرنسا والبلدان الكل خذتها، ولما لا تونس معناتها تولي تحتفل باليوم هذايا. الرياضة ككل نعم، والرياضة النسائية بالأخص، احنا حابين اليوم هذايا مش يكون يوم تحسيسي وتوعوي بالأخص لتعاطي الرياضة والرياضة النسائية بالخصوص. جبت انت على الميداليات، انا نقول لك اللي اكثر من 39 مرأة مجازة معناتها في الرياضة، وبالنسبة للميداليات اكثر من 300 ميدالية سنة 2018 توج معناتها جابتهم بناتنا ورفعت لنا رايتنا معناتها في المستوى الاقليمي والدولي. عندنا زادة ما نساوش فما ارقام اللي هما تفرحنا ودي تخلينا نخدموا على الرياضة النسائية. عندنا اكثر من 100 جمعية معناتها فرع نسائي مختص، عندنا اكثر من 600 زادة جمعية نسائية من ضمن كل الجمعيات. ما ننساوش اللي الميزانية السنة بالنسبة لوزارة شؤون الشباب والرياضة زادت للرياضة النسائية، للرياضة لذوي الاحتياجات الخصوصية وللرياضة للجميع. احنا مش نزيد ونسعى، هنا نتجه لكل الرياضيات النسائيات وقول لهم النسائيه، وقول لهم راهو الوزاره ماهيش مش تدخل حتى مجهود مش نزيدوا ندعموهم. الاحتفال باليوم الدولي للرياضه النسائيه فرصه للاحتفاء بالمراه الرياضيه بنجاحاتها وتعلقاتها، ولكنها ايضا فرصه لكشف النقائص والصعوبات التي تواجه الرياضه النسائيه التونسيه عموما. هل تكون سنة 2019 سنة الإقلاع قبل ألعاب طوكيو 2020؟ كنا نحكيو على اليوم العالمي للمرأة باش يكون يوم 8 مارس 2019، وعنا يوم وطني للمرأة 13 أوت. دونك أهم المشاريع اللي حكيتوا عليها في الندوة الوطنية وإمكانية تطبيقها باش تصير في معناتها في مارس هذا، كيفاش باش يكون مدامنا؟ إن شاء الله بقدرة ربي باش تكون نهار 8 مارس، قبل 8 مارس باش نكونوا حضرنا الاستراتيجيه اللي حطيناها واللي خدمنا عليها توا فريق عمل. الحقيقه معناها فرصه باش نوجه له التحيه اللي هو عمل خدمه كبيره ياسر، ونخدموا في معناها في اريحيه وفي جو خارق العاده. دونك الناس الكل عندهم ان سول اوبجيكتيف، هما ايفيكتيفمون باش يتعداوا للتطبيق معناها نتاع الاستراتيجيه هذه. ودايور كان المودور نتاعنا في الملتقى هذايا هو كونه حتى حد ما يبروبوز معناها حاجه اللي ما نجموش نطبقوها في الخمس سنين هذوما. دونك الشيء اللي قلنا انطلاقه التطبيق هي تكون ايفيكتيفمون معناها تصحيح الاتفاقيه من الاطراف الكل المعنيه. هذه اول ان شاء الله معناها ايتاب نتاع التطبيق نتاع الاستراتيجية هذه، وباش يكون إن شاء الله معناها أنا نقول المبادرة اللي عملتها وزارة الشباب والرياضة هي مبادرة خارقة للعادة، هي مبادرة معناها خذت مبادرة حاجة جات في وقتها، خاطر عندها مدة الرياضة النسائية منسية على الأقل عندها عامين ثلاثة سنين. أبار واللي ديما نخافوا عند الرياضة النسائية هي الغطاء، كان في التخصيص، كان المجانيات الانخراطات بالنسبه للجمعيات النسائيه، ايضا نحطوا عضويات معناتها في المكاتب الجامعيه، ما قعدتش معناتها على ارض الواقع فما امبورتونس ولا فما حضور فعلي بالنسبه لكم للمراه التونسيه.
بالفعل معناها خاطر باش نقعدوا ديما نعملوا في سوبودراج مانيش باش نخلطوا لحتى شيء. وانا ناكد معناها الكلام تاع السيده الوزيره اللي قالته في الروبورتاج استقبلتنا وقت اللي قبل ما باش ناخذوا معناها لونجاجمون تاع الوزاره اللي هي موافقه على المشروع هذا اللي باش نقدموه على خاطر اللجنه الوطنيه الاولمبيه ما تنجمش هي تنفذ المشروع هذا وحدها، يلزم اطراف اخرى واول الاطراف هذاك ما تنجمش تكون كان وزاره الشباب والرياضه. وبالفعل معناها شجعتنا وعندها معناها قامت بوادر كبار برشا وقالت راني معاكم وراني موجوده وما نجمو كان نمشيو القدام نظرا للوضعيه معناها مترديه ومترديه جدا. وانا نقول معناها سي موتيفون باش تبدا عندك في ظهرك وزاره الاشراف اللي تكون والتواصل بين اللجنه الوطنيه والوزاره هام جدا، خاطر احنا في ميسيكل نتاع جوز اولمبيك وعنا برشا مواعيد كبرى ابار اللي احنا محتاجين معناتها الدعم الرياضيه التونسيه، محتاجين ايضا زاد للنتائج خاطر بالنتائج باش ندعموا الحضور وايضا باش ندعموا معناتها حضور تونس على مستوى المحافل الدوليه الكبيره. بالفعل معناها انا نقول نهيل شوخ روحه اليوم تشوف روحها وترى اللي هي فاش قاعده تعمل وتغزل لبعيد شويه تقول بعد 8 سنين ولا 7 سنين ما عادش نجم نجيب ميداليه، شكون باش يعوضني؟ شكون ما زادش يتذكر معناها نهيل شيخ روحه؟ دونك بالفعل معناها احنا خممنا في الشيء هذاك، احنا حاولنا معناها باش ناخذوا بعين الاعتبار المجالات كلها اللي تابعه الرياضه النسائيه، انه الواحد من نهار اللي يدخل يبدا كارير سبورتيف نتاعو يلزم يخمم في الخروج نتاعو ويخمم فيما بعد الخروج نتاعو باش ينجم افكتيفمون يتعاطى. معناها ناخذ ليكزومبل تيب اليوم توا نهاله ما كنتش نعرف الحقيقه اللي نهاله تفرغت تماما معناها للرياضه نتاعها، اما نقول انا غدوه كان نهال شيخ روحه ما ترقاش النصوص القانونيه اللي باش تخول لها تكمل المشوار نتاعها على خاطر ما نجموش نلقاو ان اكسبير قد نهال شيخ روحه غدوه في الديسيبلين نتاعها. دونك انا نقول كان نهال نقولها اليوم تاخذ بريم ولا نضمن لك ما بعد المشوار الرياضي نتاعك، انا متاكده باش نقول لك معناها تضمني ما بعد المشوار، وهذا الشيء اللي خديناه بعين الاعتبار. ولذا احنا قلنا يا اما معناها في الاستراتيجيه هذه الناس كل فون سيدونتيفي، المواطن التونسي اللي ما عنده حتى علاقه برياضه النخبه زاد كيف اللاعب النخبه اللي عنده طاقات كبيره ويلزمه يوصل الطاقات هذيك ويلزمني نعاونه ونوصله باش يوري يبرز معناها الطاقات الخارقه العاده كما خممنا في ذوي الاحتياجات الخصوصيه، كيف خممنا في العباد الكبار اللي اليوم معناها لو كو نتاع معناها ميديكال نتاع العباد كي تكبر يولي غالي برشا. كان اليوم احنا اون لي زاكومباني افكتيفمون باش نعاونوهم انهم يكبروا اكثر ابعد وقت ممكن. دونك خممنا فيهم هذوما فئه معناها من الشعب التونسي خموا فيها كيف لانسيرسيون سوسيال ولا لانكلوزيون سوسيال الادماج معناها السوسيال خممنا فيه افكتيفمون، حتى مشينا للنساء اللي موجوده في الحبوسات اللي هما في وقت معين معناها ومعنا باحثة في النفس الاجتماعي والرياضي. أهمية الدراسات هذه وأهمية البحوث اللي قاعدة تصير، احنا نلوجوا على باش نلوجوا على النتائج الرياضيه وماذا بينا عنا بطلات الكل، اما الانطلاقه كما كنت تحكي مدام نانا انطلاقه من العائله من الوسط المدرسي ايضا من الجامعات باش انتم تبنيوا معناتها نواه كبيره في بحوثكم، قاعدين تلقاو في الحلول وتطبقوا فيها زادا؟ شوف الوزاره نتاعنا كانت عندها خطوه طيبه عملتها واحنا وقتها في هي الحضره عليها كانت عامده دي كوميسيون دو سويفي سيانتيفيك معناها في الفيزيولوجي في البسيكولوجي في اللي هو كان فيه تاثير كبير وكانوا فما ديزيكسبير باش يفهموا جوستومون كانوا يحلوا الوضع ويشوفوا الباسي شنو اللي صار وكيفاش نجموا اون فابريك معناها دي سبورتيف دافونتاج دو سبورتيف شنو اللي لازم معناتها. وهذاك كانت خطوه كانت طيبه اللي صار اللي ساعه لساعه يصيروا دي بلون معناها تصير الكوميسيون هذيا وبعد تقص شويه وبعد تعاود كما كان صارت نجت
المرأة واحنا اللي نأكدوا عليه اليوم واللي نحب نقول معناها استراتيجية ياسر مهمة، لكن لازم تفعيلها ولازم الديمومة في الهدرة هذه، معناها مهم ياسر باش نكونوا متواصلين. وشكون هم هما اللي باش نجموا يقوموا بهالشأن هذه واستراتيجية؟ هما لي زاكتور، يعني شكون هما لي زاكتور دو موند سبورتيف؟ شكون يعني الممرنين الرياضيين النخبة اللي هما بالحق يعرفوا شنو من الداخل شنو هما المشاكل نتاع الرياضة، والمربين معناها لي زيدوكاتور دو سبور ولا لي بروفيسور ديدوكاسيون فيزيك، خاطر هذوكم يعرفوا يعني كيفاش يحفزوا من داخل، معناها لي موتيفاسيون اكسترا انترانسيك عند الطفل يعرفوا كيفاش يخرجوهم. وهوني ناكد على مرحله ياسر مهمه اللي هي مرحله الطفوله اللي نسميها انا معناها من 6 ل 12، اللي هي مرحله اسمها لاج دور، وين الوليد الصغير معناها لو طون دونجاجمون موتور نتاعو ياسر ياسر مهم، معناها ياسر ياسر كبير. دونك وقتها نجموا احنا اون انستور لا كولتور دو لا براتيك سبورتيف، وقتها باش تقعد له من بعد وقتها معناها كيف يشد، فخاطر هي المهم كل كونسنتراسيون وكل 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 معناها اي ريبيتيسيون. اون فوا خلطت للمراهقه ما عادش نخافوا باش يبعد باش يبعد، حتى كان يصيروا مشاكل لي بارون يحسوا كصغير هذيك ولا البنيه، سورتو احنا اليوم نحكيو على الرياضه النسائيه الفتاه، خاطر فيك العمر هذاك لي بارون يقول لك ما يسالش خليها تتحرك، بعد في المراهقه تولي مشاكل اخرين يخافوا. دونك اون فوا غرمناهم في العمر هذاك بعد ما عادش نخافوا، ياسر مهم في الحكايه هذه. عندنا التظاهرة زادة صارت في منوبة بالنسبة هكا رياضة نسائية، مواصلة بالاحتفال باليوم هذايا، اليوم الرياضة النسائية اللي صار في تونس، نشوفوا مع خالد اليعقوبي وأيضا هشام بن يعلى. تعيش الرياضة النسائية في تونس وضع صعيب في ظل المشاكل الكبيرة، خاصة على المستوى المادي، واللي دفع بعدد كبير من الجمعيات للاندثار. الرياضة النسائية ماهيش لاقية حظها، فقط على مستوى معناتها الألعاب الفردية ساعات معناتها بطلة تشرفنا وقتها معناتها باش يتفكروها، وهاكم تتفكروا حتى في وقت قصير من اللي تعدى أنه فما بطلات في الألعاب الفردية معناتها ما خذاوش حقهم وما خذاوش حقوقهم وما خذاوش معناتها الدعم اللازم. في الرياضة الجماعية حدث ولا حرج، المسؤولين على الفرق معناتها النسائية تعبين برشا. صحيح توا كما السيد كاتب الدولة توا شرفنا ووعدنا إن شاء الله بالمساعدة، ولكن هذه مبادرات معناتها شخصية ما تدخلش في إطار معناتها استراتيجية واضحة ومتوسطة وبعيدة المدى نتاع الدولة للنهوض معناتها بالرياضة النسائية، قعدنا معناتها أمور مناسباتية. الوضع المزري هذا زاد تردي خاصة بعد الثورة بسبب إهمال كل الحكومات المتعاقبة للرياضة النسائية، واللي ترجم إيقاف نشاط عدة فروع على غرار كرة القدم وكرة اليد وخاصة كرة السلة. الفرع هذا بالذات وحسب الإحصائيات اللي عدنا عرف ضمحليل 4 أندية من أصل 11. الرياضة النسائية في تونس ناقصة برشا لها، مش كرة اليد بالذات، الرياضة النسائية بصفة عامة ناقصين لهوا. احنا بجهوداتنا الخاصة الحقيقة نتاع ربي كان نور رياضي قاعدين نتلهوا ببناتنا، قاعدين نحبوهم في الهونت، لكن كلهوة من صولة من جامعة صحيح ناقصة شوية الحقيقة نتاع ربي ناقصة. عنا جوارات عنا ملعبية، لكن اللهوة لي كونديسيون ماهيش فافورابل حتى طرف، وبهذا بالرغم هذا الكل الوالدين يسيبوا في بناتهم يعني يجيو يتدربوا يجيو في اوقات شتاء مطر وكل، لكن سامحني ما فماش الحاجه اللي تهيئهم معناها وتشجعهم. نبقى مع الارقام المفزعه باش نشيروا الى ان عدد النوادي عرف تراجع كبير من 441 نادي سنة 2010 إلى أقل من 400 سنة 2015، من ضمنها أكثر من 75 جمعية نسائية، الأمر اللي فسر تقلص عدد النسوة اللي ينشطوا ضمن جمعيات رياضية من 31 ألف إلى 25 ألف فقط. تو ثم جمعيات مازالت تنشط على الأرضية الترابية، ثم جمعيات كما احنا تو منوبة الصالة اللي ننشطوا فيها ما تعملتش للرياضات الجماعية، تعملت للرياضات الفردية وقاعدة مسكرة 3 سنين. وباجتهاد من احنا هيئه مديره نتاع حمايه منوبه تعملت لها التابي، احنا عاملين استافيت بالكراء نجيبوا بها للحمايم لهنا ونرجعوا الاولياء بكرهبهم يهزوا ويجيبوا. فيها برشا صعوبات، مش كما ماهيش لاقيه حظها كما الالعاب الفرديه كما الالعاب تاع الرجال، فما برشا صعوبات نمروا بها، ان شاء الله يغزرونا، ان شاء الله يتلهوا بينا اكثر. برشا جمعيات اسامي كبار تو ما عادش موجودين، كيما برشا جمعيات كيما الزيتونه سبور كيما الهلال في ديفيزيون 2 تو
كيما السي او تي، هذوما اسامي كبار ما عادش موجودين توا في تونس. فما نقص على مستوى المنشآت الرياضية، جمعيات نقص التمويل نتاعهم ما عندهمش، يعني هذه يعني ميزانيه باش تخلص جمعيات ولا زاد كيف حكام ولا. الوضع الراهن يفرض وقف التامل وراء اسباب هذا التراجع الرهيب في وقت كانت فيه تونس رائده في تميز المراه التونسيه في مختلف المجالات وعلى راس الرياضه، وهو مدفع ببعض المسؤولين واللاعبات للتعبير على حاله الاحباط جراء الموت السريري اللي تعيش على واقع الرياضه النسائيه في بلادنا، مطالبين كل الاطراف المتداخله ضروا التدخل العاجل والفوري لينقذ ما تبقى من جمعيات. قاعدة نحن هذه موجودين فيها هنا مهيش مرضية الحقيقة باش نحن نحطوا أولادنا وصغارنا باش يلعبوا فيها، لأن الحقيقة هذه مهيش قاعة مهيئة لرياضات جماعية، ولذلك نحن دورنا أن المشاكل هذه لما نشوفوها يلزمنا نلقاو لها حلول، ويلزم تتوفر البنية التحتية المناسبة لأبنائنا هذوما ولصغارنا باش يمارسوا الرياضة، والدولة عليها أن تلقى الميزانيات المطلوبة لهذايا، وهذا بالتالي يلزم الميزانية المتوفرة لوزارة الشباب والرياضة والوزارات المعنية تكون أكبر مما هي عليه باش الرياضة متاعنا ورياضيينا يلقاو الرعاية اللي هم يستحقوها. الرياضة النسائية ماهيش واخدة حظها كما الرياضات الأخرى، نظرا لقلة الاعتمادات للرياضة النسائية، لقلة التأثير بصراحة. فماش تطبيق سوغ تيغان، نطمحوا أن نوصلوا لنيفو، نوصلوا في العالمية، نوصلوا لحاجة كبيرة على الأخر، مستوى كبير، أما والله ماش عارفين شيء المشكل. المشكل يا من الجامعات ولا من الجمعيات ولا من اللاعبات، نحاولوا أن نحسنوا من كل شيء وربي معانا. الرأي اللي ثم برشا سيق سيهم يعطيو أهمية أكثر للفوت، المرأة كي تلعب الهوند ما يعطيوش حتى أهمية جملة. مثلا هنا في الماتش دقك شوية برك يجيو يتفرجوا في النساء كيفاش يلعب يعطيهم أهمية، يوفروا لهم المستلزمات الكل من سال من كر وكل، بينما الرجال العكس كأنهم قاعدين يقصوا فيها من المجتمع. نهال، كنا نشوف في البنات يلعبوا في الهوند ويقول لك تركيز اكثر على الرياضات الفرديه، الرياضات الفرديه اللي قاعده تجي في التيتر، والتجربه نتاعك انت مروه العامري لي سوغ بسبيسي نسل بوبكري عديد الاسماء الكبيره اللي جابت الميداي، انتم تعيشوا الوضعيه توا تحبوا تغرموا اكثر، تجربتك هذه كيفاش تحب تنجم توصلها من بعد؟ عجبني كلام الطفله خاطر قالت على ديما معناتها الفوت وكل وبعد على رياضة نسائية، نقولها احنا رياضة نسائية احنا نفرض رواحنا بنتائجنا بكل، مش هما يتبعوا احنا حطوهم يتبعوا بالسيفن عليهم في رياضة نسائية، خاطر هي اللي تو اكثر معناتها تتويج في تونس. لي سوفنيغ نتاع ان شاء الله يا ربي ديما راية بلادنا نرفعوها ونتوجوا بلادنا. نحب نقول ميساج معناتها للعباد الكل اني ينحيوا معناتها المونتاليتي هذيك نتاع الطفلة باش ندخلها تويكا السبور باش كونكوا هي ماهيش شبيه هكا ما بنتي مش فينو، انا الحمد لله فينو من بعد لوطر المون وليو فينو، هذاك هو سبور معناتها. والاقبال عليك معناتها على الرياضه النسائيه خاصه بالنسبه لكم انتم تكونوا محط الانظار، هذول كان في المواعيد الكبرى وقتها نعرفوا معناتها البنات جوز اولمبيك شامبيونات دو موند. اي هي صحيح معناتها كان وقت الحاجات هذاك علاش العباد هما بعاد على سبور انديفيديير، حتى سبور معناتها يعرفوا جماعه الفوت يعرفوا هيك، اما سبور انديفيديير ماهوش معروف كل اربع سنين هكا في ريو تولي تعمل معناتها مثلا كيما ريو كيما واحد تولي تعمل برامج وكل شيء، هذاك اللي مش باهي هو معناتها ماذا بينا احنا اكثر ميديا معناتها السبور انديفيديير، خاطر برشا عباد قاعده تترينا وقاعده تهز وقاعده راهو سبور ماهوش هكاك معناتها تعب وبرشا نوصلوا والله واحد يترينا يوصل يبكي راهو يترينا ويبكي الضرب كل شيء. احنا نحكيو على سبور معناتها نحب نشجع العائلات باش يدخلوا معناتها بناتهم للسبور، خاطر سبور حاجه باهي حتى في التربيه معناتها في التربيه في كل شيء معناتها راهو معناتها فما عباد راهي تتبع ونحب نقول لهم نحب تتبع معناتها الصغار وما فما حتى شيء يخوف معناتها في سبور، بالعكس تويك خير من هيك اللي في الشوارع في الواحد دخلوا سبور خير معناتها سبور كلها تربيه لعب فما عباد تتبعهم فما عباد تاثرهم. انا ملي انا صغيره معناتها جيت عمري 14 سنه لتونس وخلوني دارنا الحمد لله يا ربي معناتها كما نحكي مثلا هو بصفه عامه ما في جامعتنا وكل معناتها احنا كل شيء بالوقت كل شيء تقول علينا بناتهم معناتها تقول علينا يأطروا في بناتهم معناتها شكر خاص لسكندر حشيشه تقول بنته معناتها.
معناتها كلنا تقول عليه بناتنا. وهذه أهمية اللي يكون في الجامعات معناتها والجامعيات مدام ريم اللي يكون هما ولاد الاختصاص. هامش يكون اسكندر حشيش، هامش يكون ولد الدومين، مدام نهلة في الهوند حاجتنا باش يكون هكايا. دونك حتى البحوث هذه يلزم نرجعوا ولاد الاختصاص ولاد الميدان باش يكونوا هما على رؤوس الجمعيات والجامعات. مهم باش يكون واحد عارف رياضة وعارف كل ما يلزم للرياضة معناها من جوانب الكل. وصحيح الفيدراسيون تاع نهال الفيدراسيون تاع جودو كانت في الفيدراسيون تحسها معناها كويزيف، الناس الكل معناها مضافرة الجهود معناها للتأطير ولذلك علاش فما نتائج. لكن أنا نقول اليوم أهمية الإعلام في تسويق المرأة الرياضية معناها كان نجم نقولها اليوم معناها كان نعملوا أكثر دي زيميسيون وبرامج بور موديليزي أمتي بو، خاطر المرأة الرياضية كانت تقعد تحكي لك هي شنو اللي قاعدة تاخذ من الرياضة من داخلها، تحكي على القيم سي تري امبورتون، لكن كل الوجيع اللي تعديهم وكل الاوقات اللي هما جوستومون ما عندهم تاع ديسيبلين نتاع الانضباط اكسيتيرا، راهو معناتها هذاك سلاح في الحياه كبير برشا. انا من احسن التجارب نتاعي ومن احسن ما سمعت معناها في التدريب الذهني هما التجارب نتاع جماعه سبور دو كومبا اون جينيرال، معناها كي يحكيو لك كيفاش عندهم الميزان، كيفاش عندهم الوقت، كيفاش عندهم الماكله، كيفاش عندهم معناها تبدا تتصور في روحها هي رابحه مع الخوف، معناها مع الخوف فما برشا كوراج وما كومباتيفيتي، يعني يعطيوك حاجات اللي اليوم كان تحب تنجح في الحياه في اي ميدان ما عادش تخاف، معناها ماكل 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 الممارسه هذيك تشق حياتك. معناها هذا اللي نحبوا نوصلوه للاولياء واللي اليوم يعطيو في برشا مجهود معناها لصغارهم باش يقريوهم باش يوصلوهم باش يراهم في اكثر معناتها احسن مستوى، نقول لهم راهو لو مويان لو بلو سيغ هو لا براتيك دو لاكتيفيتي سبورتيف. وذوما نقولوها خاطر حسيناها وشفنا معناتها ونحكي مع نهال قلت لها في الميادين الكل اللي تعطيهولك الرياضه معناها ما تنجمش يعطيه لك الميادين الاخرين، وهذا اللي نحبوا نخلطوا له معناها في تكوين المجتمع اليوم معناها والمساواه بين المراه والراجل، وهذا اللي نحبوا نخلطوا له بالفعل مش كلام. مادام زاد الجهات عندها دورها زاده، واللجنه الوطنيه الاولمبيه تخدم زاده على الجهات وباش تعمل لك البحوث باش تعمل اون استراتيجي مش متمس كان السونترال زاده الجهات باش نعرفوا واش معناتها قيمه الرياضه داخل الجمهوريه وداخل الجهات. الحقيقة هي باش نحكيو على الجهات مانيش باش نقول لجنة وطنية أولمبية باش نكون نعطي كل لا معناتها بالتعاون بيان سور مع الوزارة مع مختلف الأطراف. لازم خاطر ستركتور هذيا والعباد هذوما اللي يخدموا، أنا خدمت معاهم تقريبا 4 سنوات، هما مندوبات الرياضة النسائية اللي شكوا في وقت معين معناها من القيمة نتاعهم. وأنا نأكد ونأكد سي أون أوكازيون معناها باش نأكد للسيدة الوزيرة ونأكد للمسؤولين الأولانيين سيد كاتب الدولة متاع الرياضة على قيمة وجود هالستركتور هذية في الجهات، على خاطر هذومك سي لي بوان فوكو متاع الرياضة النسائية في كل جهة. بالعكس أنا نقول يلزمنا ندعموهم، يلزمنا نقفوا معاهم على خاطر هما معناها بإمكانهم باش يقوموا بدور كبير وكبير وكبير جدا في الجهات اللي الحاجات اللي ما نجموش نخلطوا نعملوها من تونس، معناها ما نخلطوش نعملوها من العاصمه والا من معناها من البلايص الكبار. يلزم شكون يدخل داخل البلاد، يلزم شكون يمن بقيمه تعاطي الرياضه ونشر الرياضه في داخل البلاد، على خاطر غادي نحبوا نبدلوا المونتاليتي راهي باش تكون من غاديك، راهي باش تبدا ودراسه الوضعيه ودراسه البيئه. ثم عباد معناها مظلومين واحنا ظالمينهم في حقهم في تعاطي الرياضه هما في لانتيريور دو بيي. وانا نقول نعطي ديما اكزومبل خرق العاده، ان سيغتان 8 مارس 2015 عملنا تظاهره اللي دار التقريب في الجهات التونسيه الكلهم، وفي قبل اللي نهارتها شتات جبت خيتين من السماء، وثم تقريب ما يقارب على 400 نمره جات متطوعه وتعطات الرياضه وشتي قويه 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 على الاخر. هذا اللي اكد قداش عباد تستنى في شكون باش ياثرهم وشكون باش يدزهم باش يتعطاوا الرياضه في كل شبر في الجمهوريه التونسيه. وفي القروان زاده كانت فما اجواء كبيره والتظاهرات كانت في عديد الاختصاصات زاده ايضا الشهداء مع عبد المجيد الجبيلي وايضا شكري الفرحاني. احتضنت قاعه عزيز ميلاد في القروان تظاهرة رياضية نسائية جمعت برشا أنواع من الرياضات كالجيدو والتاكواندو والجمباز إلى جانب كرة السلة وكرة اليد.
هذا مؤشر به كوني المرأة ولات تعرف اللي كوني تعاطي رياضة راهو هو مش يعاونها هي بصفة مباشرة. دونك كان كنا 4 جمعيات فقط توا 6 سنين التالي، توا وصلنا 16 جمعية نسائية بخلاف معناتها انتروديكسيون تاع العنصر النسائي في الـ في الـ في الجمعيات الميكست كيما الجيدو اللي هي مش جمعية مقتصرة على برشا جمعيات لهنا في القروان، مش مقتصرة على العنصر النسائي فقط. فسكيت الأغالبة من جهتها احتضنت في نفس المناسبة حصة مسائية خصصت لرياضة المشي، تم خلالها تكريم أكبر امرأة كأحسن مواطنة في تعاطي نشاطها. نوجه لهم رسالة ومعناه نقول لهم تعاطوا الرياضة راح تحقق من كل الأمراض والأمراض المزمنة خاصة، عافينا وعافيكم الله مرض السكر ومرض الكوليسترول معنا في الدم. مشينا وعملنا زادة تتويجات، مشينا في سوسة في دورة باش تيكواندو، جبنا ميداليات وخذينا كوب، ومشينا للدورة البطولة النهائيات البطولة متاع تيكواندو موسم 2016-17، زاد عملنا استعراض ومشينا عملناه للدورة النسائية الثانية في المنزه في القبة غادي، زاد عملنا استعراض وكرمونا وعطونا شهيد ونعملوا استاجيت عند المدربين الكبار لماستير لجراوند ماستير معناها من كوريا ومجونا ومن اليابان، نعملوا استاج هنا في القاعة المغطاة تاع القروان. النشاط الرياضي تحس روحك تعطى نشاط رياضي معناها تنحي من بالك أي ضغوطات نفسية، خاصة معناها كي تمشي تمارس النشاط تحس روحك عبد جديد، معناها تحس روحك معناها فرغت الطاقه نتاعك والسلبيه الكل، ومعناها حتى اي مشاكل ولا حاجه تنساها وتبدا تمارس في الرياضه نتاعك معناها. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه معناها سبور معناها يقيم الامراض، معناها برشا امراض معناها نجمو نكونوا معناها نتفادوا معناها باش امكانيات معناها باش نكون نمرضوا بها، وعلاج زاده في نفس الوقت، هو وقايه وعلاج في نفس الوقت، يعالج معناها برشا امراض وفي نفس الوقت ترفيه. نحب الفولي، هي معناها هوايتي حبيتها ملي انا صغيره، يتملي الوقت فراغ معناها حتى استريس وتعرفت على اصحاب جدد ونلعب مع بعضنا والبروفيت باهيين معانا ويوفرونا كل شيء. يذكر ايضا ان عدد الجمعيات النسائيه في القيروان ارتفع بشكل كبير في 6 سنوات الأخيرة لتصبح 16 جمعية بعد ما كانت 4 جمعيات فقط، إلى جانب الجمعيات المختلطة بين العنصرين النسائي والرجالي. بي 16 جمعية في القيروان خلف الجمعيات النسائية اللي تبع الفرق المختلطة. دونك والله ملاحظة خارقة العادة ثريا، علاش؟ حتى الأول الغبورتاج شفته عبد اللي هو مهم ياسر وقاعد يخدم في خدمة كبيرة ياسر، وتحية لها هي مدام خولة اللي هي مندوبة الرياضة النسائية مندوبة وزارة الشباب والرياضة. هذاك الشيء اللي خلى ما هوش من معناها هي اللي شادة بيديها وبساقيها باش تطور الرياضة النسائية في الجهة، بما أنها هي مرأة على رأس المندوبية. وإن شاء الله يبدأ عنا 24 ولاية، في 24 ولاية نقاو 12 مرأة مندوبة و12 راجل مندوب ان شاء الله. دراسه الوضعيه في كل الجهات تخليكم تعرفوا انه سبور لازم نجموا نمارسوه في الولايه هذيك في الجهه هذيك، كان في السود كان في الشمال في الوسط، هام جدا زادا ياسر مهم، اي على خاطر فما ثقافه نتاع كل جهه، كل عندهم ثقافه نتاع رياضه معينه، دونك ديجا كيف نقربوا لهم بالثقافه نتاعهم مهم. لكن اليوم تفتحوا ويحبوا معناها اليوم نحسوا اللي معناتها طالبين باش يكونوا فما رياضات جديده وفما حاجات اللي لازمهم معناها لي جان اليوم ما عادش فما عنده غزره اللي هي شاسعه، ما عادش يقول ما عادش كان يرى في الحكومه نتاعو شنو صاير ولا في البلاد نتاعو في الجهه شنو صاير، يحب يعمل حاجات جدد. يقول لك انا مثلا نحس روحي نحب نعمل ايكيتاسيون ولا نحب نعمل ايس كريم، لكن في الجهه نتاعنا ما عندناش، وتلقاه بالحق ولا جماعه الجولف زاد ساعات تلقى معناها وحنا ولا ناتاسيون زاد يقول لك ما فماش. اما موندوني كان فما تصنيف راهو هذا بعدنا عليه شويه، معناها فما ناس اللي هما في الاحياء اللي هما حساسه لكن يحبوا يعملوا الايس كريم ويحبوا يعملوا الجولف ويحبوا يعملوا تنس، معناها العقليه تبدلت ولو جون دوجوردي لي افيرتي يحب ويشره باش يعمل حاجات، لكن احنا لازمنا نوفروا له هذا يعني الخدمه اللي هي من معناها من الحكومه من الوزاره ومجهودات اللي لازمها تكون معناها متظافره باش نعطيوهم على الاقل شنو يطلبوا هما، هذا ياسر مهم، ما نقعدوش كان في الثقافه نتاع الجهه. يعطيكم الصحه على الحضور. مادام باش نحكيوا على الهلال الرياضي، هو اللي
مدرسة عريقة وكبيرة وأمام مدني بتتراجع النتائج متاحة على خاطر كالعادة الجمعية الاختصاص متاحة رياضة نسائية مش بتلقاك الحظ أو الدعم الكبير. الهلال الرياضي بسنوات كبيرة بدا يفقد البريق متاعه، فيش قاعدين تعملوا مع الجمعيات هذية زادة خاصة أنتم في كل مرة قاعدين تمولوهم؟ والله بالنسبة اللي كان تحكي على اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية تعاون ما تمولش، الوزارة تعاون بالسوفنسيون اللي موجودة، عاوننا باش يكون عندها القاعة اللي تعاملت الوزارة شاركت فيها مع الامباساد نتاع اليابان. تبقى لو كوتيديان، لا جيستيون كوتيديان، شكون اللي باش يوفرها؟ اليوم نحب ولا نكره معناها يلزمنا نلقاو حلول جذرية باش الفرق هذه تنجم تعيش. وضع البلاد ما يسمحش باش انها الوزاره تتكفل بكافه الجمعيات النسائيه، حاجه مش معقوله. اليوم الموارد الماديه يلزمنا نلقاو حلول للموارد الماديه، ومنين باش نجيبوها وكيفاش باش نجموا نوفروا افكتيفمون معناها اقل ما يمكن باش الجمعيه هذيك تعيش. وشيء هذا موجود في المحور الثالث اللي درسناه، هي وضعيه الجمعيات وكيفاش لو فينانسمون نتاع الجمعيات هذوما يلزمنا نتجهوا نحبوا ولا نكرهوا للمجتمع المدني، ويلزم الناس الكل تعرف قيمه الرياضه وتمن بها وتمن باش انت تنجم تعيش في كليما خارق العاده اللي انت وصغارك الموجودين يلزم ثم دو ليكيليبر توت اوتور دو توا، معناها حب ولا نكره يلزم الناس الكل تساهم، يلزم الناس الكل تعرف القيمه نتاع الرياضه واش نجم تجيب لكم ايكيليبر في الميليو اللي قاعد تعيش فيه. حديث شيق معك مدام نهلة، استفدنا بمن عندك برشا حاجات ديما نستفادوا منك. مدام ريم، شوف رايا، حبيت ناكد على حاجه اللي البحوث معناها في علم النفس الرياضي وعند النساء معناها بصفه خاصه اثبتت اللي وقت تبدا المراه رياضيه عندها اكثر حظ باش تجيب الاولاد رياضيين ويدخلوا في النخبه، وهذا يمكن حتى كان مش رياضيه بالفعل لكن مهتمه بالرياضه وتعطي قيمه الرياضه. وهذا قالته زاد دانييل قبيله في الكوليس، قالت لي انا امي تقول لي باش تخلط، يعني كل فوتو فيتور كل ليماج اللي هي باش تكون معناها هذيك كانت مهمه من الام لبنتها ولا الام لولدها، هذا ياسر مهم. وهذا اثبت وضحنا نشوفوا دايو حتى نشوفوا توا في الوضع الحالي لي سبور اللي وعندهم اكثر معناها شانس للاو نيفو هما اللي لي بارون تلقاهم قاعدين في لي غرادان في الناتاسيون وفي التنس بون في سبور دو كومبا، يعطيهم الصحه خاطر شيء خارج من داخل معناها عندهم موبيل انتيرن معناها هذايا علاش انا ديما عندي ليهم معناتها حاجه خاصه سبور دو كومبا خاطر فريمون الموتيفاسيون نتاعهم خارجه من الداخل. يعطيكم الصحة، نهائي إن شاء الله موفقة إن شاء الله في طوكيو 2020 ميداي دور إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. ونحب نشكر عائلتي اللي هي وقفت لي والبريزيدون تاع جيدو اللي هو كخويا اسكندر حشيشة. يعطيكم الصحة، نمشيو نشاهدوا معاكم الهلال الرياضي وضعيتها وأهمية الرياضة النسائية بالنسبة للفريق هذايا مع خالد اليعقوبي أمين بن أحمد. على بعد أمتار من قلب العاصمة وعلى بعض خطوات من مركب النادي الافريقي، يوجد فريق عمره 74 عام بالتمام والكمال وتاريخه بيحكي عليه في مختلف الفروع والاختصاصات. الهلال الرياضي التونسي جمعيه كبيره عندها كؤوس وابطال وتاريخها يشهد عليها، متاسسه من عام 1945. اللي اسسوا الناس هذوما ناس معروفين كما نقولوا سي مرحوم زويتن، كما نقولوا سي هدي مالك، كما نقولوا سي نور الدين سليمي، سي نور الدين عطيه، عم سلاح، بارك الله جيل كبير ياسر. وش نقول لك، الناس كانوا ناس لحمه واحده، كانت ناس كي تدخل الهلال كان عائله. الهلال هذه من عام 1945 كانت تلعب حتى كره القدم، وكانت تلعب زاد كرة السلة أولاد، تلعب في كرة السلة كرتايلة، كرة اليد، كانوا أولاد وبنات. حكم الظروف، حكم الإنسان كي يبدا ما عندوش مال، ما عندوش موجودات، ما عندوش دعم، كان قبل البنيات كل شيء يجيو باللي يجي ويرضى ويعملوا. والفوت كيف كانوا جوارات ملاعبية كبار لعبت. لعبت في الكادي وفي الجونيور. كنت جي اسو شبيه العمران في كرة القدم. اي في كرة القدم ولعبنا تورنوات مع الكرم ومع الاسبيرانس، ماتشوات تاع الكوب
وين نادي الهلال توا؟ وين ما ثميش نحات يفوت كل نحاوه في الكرة اليد زاد كيف كيف لاعبية كبار كبار برشا وبعد لعبوا في الترجي الرياضي التونسي لعبوا في النادي الافريقي مكسر لعبوا في الترجي خاطر نعرف الهلال كل نحبوا الترجي وكلنا نحبوا الترجي مع زاد جمعيتنا الكبيرة هذيك وأمنا خاطر لكن نقولوا الهلال الرياضي التونسي بالحلفة وين الهلال قاعدة تتشكل من الجديد وقاعدة تتولد من الجديد حول شخص سيد الهادي سمام اللي قاعد يلم فينا وقاعد يحاول يعاود يبني الهلال على قاعدة لأنه احنا بعدنا شوية معناها على الهلال وخلينا الانتخابات تقول كلمتها وبعدنا بعدنا رويدا رويدا حتى لين حسينا في الآخر أنه الهلال ضاعت بين يدينا. فريق عاصر حقبات وحقبات إلا أنه في العشرية الأخيرة يعيش وضعية صعبة ومتردية بعد إثمحلال فريق كرة القدم وحتى الفروع اللي بقات إلى حد الآن مازالت تعاني على غرار كرة اليد والكرة الطائرة. كما شفتوا عينتوا عنا حالة فريمون سالة انسيبورتابل معنا دي كونديسيون انفابورابل نخدموا فيهم البولار مكسر الكولوندير بارتو الواحد مفهماش حتى التابي مفهماش ما أنا مش حكي لك فهمتني رغم الهلال معنا فريق عريق من 1945 نورمالمون يكون من يكون معنا عنده فافوري بار دوتغ بارمي لي زوتغ ايكيب داخل الجمهوريه عندهم سالات خلق العاده احنا في وسط العاصمه في وسط تونس وساله كيما هكا معنا فريمون حاجه ما يتخيلهاش واحد بيديات يدي تكسرت فهمتني حسيلو هيك تشوفوا تعينوا تشوفوا بيتكم ظروف ظروف صعبة 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 دابين حتى تحسن الظروف واحد كل شيء هاك شوف الوضعية وراه وغزر راي ديما نقول المنشآت الرياضية هي راي السياسة إذا كان ما ثماش منشآت رياضية راه ما تشوفش تخدم فهمتني احنا تو ماذا بينا التيران هذاك لازم يتحسن على الأقل فهمتني احنا ما نقدرش نطلبوا باش يتغطى على الأقل يتحسن الأرضية نتاعو تكون صالحة الرياضة هذية ونحب نوصل فيها نتمنى أنهم يصلحونا شوية ونجموا خطر الأكثرية فما برشا مثلا كما اليوم دنيا باردة ما جوش برشا دونك نحبوا معناتها دونك اليوم جو شوية نحبوا معناتها يحسنون الوضع شوية ومش نجموا معناتها نكملوا الرياضة هذية واللي حبيناها واللي حبينا نوصلوا فيها خاصة فرع كرة السلة الفرح هذا أصبح الشغل الشاغل للأولياء وأيضاً للهيئة التسريرية في ظل محاولة تفريغه من أبرز اللاعبات اللي كانوا ينشطوا فيه حسب ما جاء على لسان المسؤولين الحاليين وبعض الأولياء. مشكلة كبيرة أنه صارت قائمة قبل اللي هي تحت معناها القائمة هذه في أوت طيحتها نجل الحكماء والمندوبية فالقائمة تحت فهما صحونا في البنيات القائمة الأخرى 8 بنات وذوما أولياء جاءوا الأولياء بالذمة ترشحوا رواحهم لقاوها ما فماش يكون مسؤولين معاهم وشكون كذا ترشحوا أول ما بدأوا في جمعتين ثمانية بنات مشاو صح ولا مشاو نحي ثمانية جواريات معناتها من الكيب تيب مع جواريات هذوما كلهم صغار دي جونيور وما عندهمش خبرة كبيرة باش نحاولوا باللي نجموا معناتها باش نعملوا لو ماكسيموم الحقيقة وضعية معناها توا خايبة برشا نترينيو فيها ديجا مازلنا كي رجعنا نترينيو توا يا في ان بروبليم دو بيرو دايوغ توا ما عندناش بيرو فهمت دونك الحمد لله معناها لو بسودو بيرو اكتويل معناها لمنا وجاب لنا اونترينور تاعو البنات كيما حبوا بالفلوس ما نعرفش الهدف نتاعهم هدف معناتها مادي اوغكو هي الجمعية هذيا ديما تبقى الناس شادة فيها صحيح لي بارون وحتى البنيات شادين صحيح معناتها باش يترانيو فيها على خاطر لقاو فيها الحاجات اللي يحبوا عليهم. وضعية كارثية لفريق كان علامة مضيئة في تاريخ الرياضة التونسية بل ما يضمحل تدريجيا والخوف كل الخوف في الفترة الحالية من مساعي إلى طمس هويته ومعالمه من قبل بعض المسؤولين السابقين وسط غياب كل لأي دور لباقي الجمعيات والهيكل الرياضية لإنقاذه والحفاظ على نادي كان في الأمس القريب علامة مضيئة في سماء الرياضة التونسية.
نحكي توا على جامعة فتية في تونس، جامعة تونسية للريشة الطائرة، أهمية الرياضة هذه، تقاليدها وما معناها وقت الريشة. معنا حاضرين سيد أحمد رضا يحيى المدير الفني. مرحبا سي رضا. مرحبا بك ونشكركم على الاستضافة. ريتا يوسف المستشارة الفنية. مرحبا ريتا. مرحبا بك، الله يخليك، شكرا. نبدأ معك ريتا، واللعبة هذه والجامعة فتية، الفكرة في حد ذاتها وبعث اختصاص جديد في تونس، لما حال هي عندها تقاليد معناتها تقريبا 2009، أما حيز التنفيذ وفعليا موجودة توا. هي أول ما بدأت الجامعة التونسية للشطارة هي كانت بدأت جمعية في 2009 وبدأت نشاطها وتوقف بعد لما صارت الثورة توقف، وبعدها رجع في 2016 النشاط، وكان الانطلاق المهم لبرنامج الشتل تايم في تونس يوم 29 جانفي 2017 في الندوة الأولى اللي حضرها وزير التربية وزير الشباب والرياضة. هوني نحكيه في الريشة الطايرة، ووجود وزارات، وزارة التربية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وهذه اللي حبيتوا تخدموا عليه. بدينا من البيبينيير، بدينا من الوسط المدرسي. على خاطر هو الاتحاد الدولي عنده برنامج مخصوص اسمه شتل تايم، بالعربي وقت الريشة. وقت الريشة. هذا البرنامج مخصوص في الريشة الطائرة داخل الوسط المدرسي. شنو أساس هذا البرنامج؟ أساسه هو تكوين مكوني المكونين اللي هم المتفقدين، والمكونين اللي هم الأساتذة والتلاميذ. فهذا البرنامج يخدم بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية. فإحنا كان يعني بدايتنا أول ما بدينا دخلنا الريشة الطائرة، دخلناها من الباص، معناها من التلاميذ، من الفئة الصغيرة حتى تكبر وياهم، لأن هي في الوسط المدرسي والجامعي أيضا. يعني تكبر تبدي معهم من الابتدائية والأساسية معناها إلى أن توصل للجامعة. وهم جدا الرياضة هذه اللي ما نعرفوش، اللي هي رياضة أولمبية. هي رياضة أولمبية، دخلت 92 للأولمبيات، وأيضا في 2020 نجموا نعملوا ديليغاسيون باش تكون في طوكيو إن شاء الله. إن شاء الله هو في طوكيو باش تدخل البارا بادمنتون، يعني الرياضة البارا تدخل في الأولمبيات بادمنتون في طوكيو 2020. وان شاء الله احنا الان ساعين بجهود حثيثه من اجل ان نكونوا المنتخب اللي باش يشارك ان شاء الله في 2020. سيري ذا، الجمهور الرياضي والشارع الرياضي التونسي يعرفك رفع اثقال، بطل، مدرب، مدير فني، واليوم في الريشه الطايره. من الاثقال للريشه، صحيح. شنو الغابور؟ صحيح، هو من الاثقال للريشه، ولكن الريشه ظهرت ثقيله أثقل منا ثقم العبار بمبادئها وبال معناها الأهداف السامية والنبيلة متاعها. أنا دخولي الريشة الطايرة كان اقتراح من عند سي عبد المجيد البحري، وقال لي تنجمش تدخل معنا في اللجنة الفنية. دخلت في اللجنة الفنية، في الفترة هذيك جاءوا تربصات كثيرة، فهمت، مع الكود، مع السيو اونوري، فهمت، من الكود ديفوار، مع ديزانستركتور فرونسي معناها فينسون وفلورون حسيلو، وبعد جات المدرسة الجزائرية. هذه كل خذيت بها خبرة، وقعدت شاف سي عبد المجيد في الكفاءة، اقترح علي الإدارة الفنية. أمنت بالمشروع؟ عجبتني اللعبة بالأهداف متاعها، قيتها أهداف نوبل، أهداف معناها هي مش تقلب لابيراميد اللي هي رونفيرسي، هو أنه ينطلقوا من المدارس. والتجربة كانت ناجحة، يظهر لي معناتها الإقبال، قاعدين نشاهدوا في صور، يظهر لي الإقبال في الوسط المدرسي وبالبرامج والبطولات، معناتها لقيتوها ناجحة الرياضة هذه. بالضبط بالضبط. وماهيش مكلفة. وهي رياضة ماهيش مكلفة، الراكيت رخيصة، الكرة رخيصة، واللي براتيكا معناها بكل الرياضيين، معناها بجميع الأصناف، وتتلعب بالجنسين، وأول رياضة تتمارس معناها في بطولة مختلطة، معناها ميكس، تتلعب ميكس. احنا بالنسبه لنا في الرياضه التونسيه احنا بحاجه لاختصاصات هذوما باش ندعموا الحضور التونسي مثلا في الالعاب الاولمبيه، والا فما ديزوتخ انتيغي، معناتها نقولوا احنا الرياضه المدرسيه، الرياضه الجامعيه، اذا ما نجموش نمارسوا رياضات اخرى، فوالا هاي الريشه الطايره نجموا نلعبوها في الوسط المدرسي وتحقق الاهداف، كانت رياضيه ولا اجتماعيه والا نفسيه، واللي نلوجوا عليه احنا بالنسبه للطفل التونسي. بالضبط، هي الاهداف نتاعها متشعبه، راهو معناها تخدم القاعده، تخدم هكا الصغير، مش تجلبوا، مش تبعدوا على برشا مشاكل اجتماعيه في الفصل هكا، وحتى توصل بينا الالعاب الاولمبيه، ومش نعملوا نتائج ان شاء الله اولمبيه وعالميه وكل شيء. دونك خدمتنا من الباز
معناها من الاجتماعي من الاجتماعي حتى للرياضي النتائج. ريتا العمل نتاع الجامعه قاعده تدعم زاد تمشي للمدارس قاعده تخلق في نوايات تتعاون مع الوزارات في كل مره قاعدين تنسقوا وبديتوا تلقاو في ثمار معناتها العمل نتاعكم في لابس دو تون قصير معناتها عام عامين بديتوا تلقاو في الخدمه نتاعكم. طبعا في حاجه مهمه نحب نضيفها لكلام سي رضا هي فما ليش الاتحاد الدولي حرص انه يعمل برنامج خاص بالتلاميذ ويبدا معاهم من هم صغار الى ان يكبروا خاطر هاي الرياضه تعلم على الانضباط يعني الرياضه الوحيده اللي تعلم خلينا نقولوا الاخلاق خاطر في التحكيم بتاعها مثلا اقل حاجه اذا اقل غلطه من الـ من الـ من الـ من اللاعب تعتبر نقطه ضده مثلا حتى اذا فرح بالانتصار هكا امام الخصم هذه نقطه ضده حتى كيفاش نقولوا سكور كيفاش نقولوها ريتا والله إيه؟ والله أيوة. مش نقطه لنقطه حتى تعبيرها جميل جدا على خاطر شوفي معنا ليزي هي من الحب ليزي هي تعلم الانضباط تعلم الاخلاق تعلم الخصم مهما ينفعل مهما تكون مش نقطه اللي فادت هذه نقطه ولا ايوه اي خاطر الملك والملكه يحبها للملكه ما ينجمش يقولها انت صفر يقولها انت غاضب قاعدين يشدوا في كيفاش نمارسوا في اللعبه هذه في هاي في البطوله العربيه اللي صارت في ديسمبر 2017 وكانت ناجحه حضور تونسي ونتائج امكانيات جدا ضعيفه كانت ناجحه جدا يفو لا فولونتي اللي رادح موجوده فما نتائج وفما عمل 13 ميداليه حصلنا وال 80 او 90 بالمئة من المشاركين هم من التلاميذ ضمن برنامج الشتل تايم اللي بدا في 2017 في جام في 2017 من خلال متابعتنا البرنامج في جام في ديسمبر 2017 حصلنا 13 ميداليه جبنا مكونين من برا تونس كوننا المتفقدين كوننا الاساتذه التربيه البدنيه كوننا التلاميذ وعملنا لهم معسكر تدريبي في الصيف للتلاميذ معسكر مغلق في برج السدريه وبعدها الكونفدراليه الافريقيه بعثت لنا مكون في الشتل تايم كوننا ايضا المتفقدين والاساتذه وعملنا الحاجه الباهيه اللي الان الدول كلها يعني يصفقون عليها انه احنا في ظرف اقل من سنه كوننا حكام عندنا حكم الان اسمها عواطف غلوصي هي استاذه تربيه بدنيه في لبنان طبعا حكمت في البطوله العربيه وحكمت بالجزائر الاوبن والبطوله الافريقيه في الجزائر وحكمت في لبنان البطوله العربيه والاوبن الاسيوي وفي لبنان صنفت افضل حكم عربيه ما بين 16 حكم صاروا اقل واحد 15 سنه هاي المراه الرياضيه هاي الان اصبحت يعني في اقل من سنه حكمه في رياضه جديده في قوانين جديده دخلت تونس اصبحت حكمه الان الحكام من الدول الاخرى يسالوها يكلموها بربي شنو القانون هذا شنو فهذا فخر لنا طبعا فخر الكبير سيري ذا تقاليد جديده في تونس وبالمقارنة بالبلدان العربية الإفريقية الملعبة موجودة اليوم احنا في وقت وجيز عملنا أبطال وقادرين نصنع أبطال ونجم نكونوا حاضرين في البطولات العالمية وفي الألعاب الأولمبية فرحان بالتجربة بالضبط معناها الأهداف متاعنا كبيرة ياسر في الريشة الطايرة عن الأهداف معناها نحب نتائج نحب نشاركوا في بطولات العالم نحب ولكن بداية صعيبه شويه قاعدين مش مشيو بالتدرج اما كي بدينا صفا اي السنه مش نحاول ان شاء الله مش ناخذوا نقبلوا البطوله الافريقيه للمدارس باش نحاول ان شاء الله وماشيه في الاتجاه باش ننظموها هنا في تونس وهذه افريقيه معناها باش يجيو من افريقيا كامله واش تكون معناها انترناسيونال معناها اذا ما كنتش حاضر في الاولمبياد في طوكيو 2020 بالفراف العقاب باش تكون حاضر ان شاء الله في ريشه الطايره ان شاء الله مش باش ليك ما غاضكش هكا بناتك ماشيين للجوز اولمبيك وعمل كبير ما غرتش مع اليوم انا غفران اذا جابت ميداليه ذهبيه سي غراس ا مو انا لعبتها في الكاتيجوري 58 المدرب شاد صحيح باش يلعبها في الكاتيجوري 63 وانا شديت صحيح باش يلعبها في 58 وجابت الميداليه الاولمبيه تكون معاها مشجع ولا تكون معاها في الاطار الفني بنتي هذيك يعطيكم الصحه فما اضافه ريتا والله احنا الان عندنا برامج كثيره قاعدين نعملوا عليها طبعا كوني انا مستشاره فنيه في الريشه الطائره النسائيه الان حضر لبرنامج مهم هو ندوه الريشه الطائره والمراه احنا عملنا الندوه هذه الندوه الاولى في على هامش البطوله العربيه في ديسمبر 2017 وكانت ندوه ناجحه جدا وحضرت بها السيده وزيره المراه والاسره والطفوله مشكوره جدا كان حضورها رائع ولعبناها الريشه هي ومندوبه نابل خاطر كانت في نابل والان نحضروا للندوه الثانيه طبعا هي ندوه دوليه يعني وقتها في
2017 حضروا من دول عربية، الكويت والعراق والبحرين، والآن إن شاء الله نحضروا لندوة دولية نسائية يعني للنساء في 8 مارس. قعدنا اليوم في الحصة كلها رياضة نسائية تقريبا. بالضبط أي، فقاعدة نحضر لها إن شاء الله في 8 مارس. نحب نعمل عرس للمرأة التونسية والعربية والأجنبية أيضا، خاطر حتى باش نستدعوا من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، وأيضا نحضروا للبطولة الوطنية ما بين المدارس بالإضافة للبطولة اللي ذكرها الأفريقية ما بين المدارس، ونحضروا أيضا المهرجان طلبة الجامعات، خاطر احنا عملنا استاج طلبة الجامعات واساتذه الجامعات جو من الجامعه الفرنسيه، فعندنا برامج كثيره ان شاء الله، الله يعني يسهل علينا ان شاء الله ونعملها كلها ان شاء الله خدمه لتونس ان شاء الله. الدعوه كيفاش باش تكون اللي حب اللي عجبته اللعبه كيفاش يجيو للجامعه يمشيو للوسط المدرسي واللي كبير شويه في العمر؟ شوفي احنا لا هي شوفي هي الحاجه الحلوه بهاي الرياضه انه هي رياضه كل شيء مفتوحه، رياضه الصغير اللي من 4 سنين تبدي وانت طالعه، حتى كبار السن حتى المقعدين يعني ما جميع الاصناف يعني المقعدين كبير السن هو قاعد في بلاسته ويلعب وينجم يمارسها خاطر هي الريشه حاجه خفيفه يعني حتى اللي يلعب في الدار في داره قاعد ما يستحش حتى يخرج في داره مش باش يكسر حاجه يلعب، وهو طبعا عندها فوائد طبيه كثيره انه هي تحسن نظر انه هي تقوي التركيز، فوائد اجتماعيه فوائد كما ذكرنا في الوسط المدرسي. هاي النقطه طبعا في الاعلام وين ما نقعد نذكرها، معناها وقت اللي عملنا عندنا الركري هذاي العشر دقائق اللي هو في الريكرياسيون هذيك الوقت الراحه هذاك نعملوا فيه فلاش موب يعني اما على انغام الموسيقى يكون يعني يعني نلعبوا الريشه يعني مثلا حركات الريشه هكاك على انغام الموسيقى، والا يعني لعب في العشر دقائق هذه في المونفلوري مثلا وقت لعبنا المدير لعبنا الكادر الاداري لعبناهم مع التلاميذ يعني يصير اذا معناتها نستغلوا الريكرياسيون معناتها 10 مينوت نجموا نلعبوا فيها ونشاركوا الصغيرات الكل. عملنا فيها المستحيل معناها قد شعبيه كبيره ياسر من طرف نتبعوكم في نشاطكم اليوم جست حبينا بس هاي النقطه سامحيني اذكرها، فلما دقت جرس معناها باش يرجعوا للقرايه فما تلميذ قال له للرئيس الجامعه قال له الله يسامحك فسدتوا علينا حصه الدخان خاطر مستانس وهذاك الهدف نتاعها فهذا يعني هدف كبير من اهدافها في الوسط المدرسي وفي الوسط الاجتماعي سنلقاهم متعمى داخل الجمهوريه ايضا في المدارس الكل ويكون عمل كبير على خاصه في الوسط المدرسي والرياضه المدرسيه والجامعه. يعطيكم الصحه على الحضور شكرا لكم. زاد فما الكافي بيلو مبادره هذه وتظاهره او نشاط اسبوعي قاعدين نشوفوا فيه في عديد الولايات وخاصه في عديد التظاهرات اللي قاعدين تنظموا فيها. شوفوا مع خادل يعقوب ياسين البحري شنو الكافي فيلو. ابريل 2018 تاريخ ميلاد أول محطة للدراجات الهوائية بتونس والقارة الأفريقية. فكرة تولدت من رحم المعاناة من اختناق المرور بالعاصمة تتجسد على الأرض الواقع وتولي فكرة فريدة من نوعها ورائدة في العالم العربي. الاسباس دو كافي فيلو هو اول مقهى دراجات هوائيه في الافريق وايفيدامون في تونس. سي تان بروجي اللي قدمته قبل للولايه البلديه ما قبلوش على خاطر حاجه جديده بالطبيعه يخافوا منها ويقول لك لا ومونتاليتي ولا وداك الكل. الوغ خذيت ديسيزيون بالغرام نتاعي باش نحل انا اول كافي فيلو، والمشروع بدا بشويه بشويه والحمد لله قاعد يكبر بشويه بشويه. هي المشروع بدا على اساس باش نعمل ستاسيون فيلو بشوية بشوية، بعد تكونت الفكرة ولينا عملنا كافي فيلو، نعمل إيفالمون، نخرجوا نعملوا سبور، أول حاجة رياضة، وثاني حاجة باش كما قلت لك نعملوا سياحة داخلية في تونس. وكيما كل مشروع جديد فإنه البدايات ما كانت سهلة إذا غربت الفكرة على بلاد. الشيء اللي أدى الرفضة لكن إصرار أصحابها دفعهم تحدي كل الصعوبات والعراقيل. وقاعدين نكثروا في ليزيفينمون اللي نعملوا فيهم، فما دي سورتي اللي قاعدين يصيروا كل نهار احد، لي سورتي هذوما وصلنا حتى ننسقوا مع بعض الوزارات كيما وزاره السياحه وزاره الثقافه، ويعطيونا اوتوريزاسيون باش نزوروا مثلا بعض المعالم الاثريه والا بعض المناطق السياحيه، وهذا من جانبه اللي هو يقوي السياحه خاطر عندنا برشا رواد من العالم الكل. وبالطبيعه التوانسه اللي هما بالاساس بالنسبه لي انا السيبل نتاعي كون نشجعوهم باش يسوقوا البسكليت ويبعدوا على التدخين ويحسنوا المنظر العام نتاع البسكليت في تونس اللي هي نمن اللي هي تنجم تكون
وسيلة تنقل ضرورية، علاش ليه في العالم الكل قاعدين يستعملوا في البسكليت، معناها حتى الأمنيين يستعملوا في البسكليت، وهي براتيك أكثر في وسط البلاد، ما نعرفش أنا هالمبوتياج وهالتلوث اللي قاعد يصير. فموجود البسكليتات في الكافي فيلو، عندنا باركين كما تشوفوا تقريبا في 20 بسكلة من جميع الأنواع نتاعها، في أي وقت ينجم يهز البسكليت نتاعو بسعر رمزي على الآخر اللي هو 4 دنانير، وإلا كل أسبوع كل نهار حد يبعد من الروتين نتاع سال دو سبور، وإلا القعدة في القهوة العادية، وإلا أي موضوع اللي هو يدخل في الروتين. كل جماعة عندنا ديستيناسيون جروب بيان ديتيرميني نتاع ناس بروفيسيونيل يخدموا معنا، اللي هم فما فريق طبي فريق شبه طبي، فما معناها الجروب اللي قاعد المنتونس يصلح البسكل الفتنية، وإلا يعاون العباد اللي تتعب. والحمد لله العائلة نتاع الكافي فيلو قاعدة تكبر بشوية بشوية، وهذا يدل على أنه الفكرة ناجحة، وعلاش ليه ما تتعممش تولي تبع الدولة. مغروم برشا بالبسكل من قبل، وسنا لقيت معناتها وين الموهبة نتاعي دي، وين نطبقها في كافي فيلو. نجي لهنا لعب غراء من الصغرى، لقيت شكون يأطرني، لقيت مع شكون ندور شيختي، مع شكون نلقى نفس معناتها الهواية نتاعي. تعرفت على برشا ناس، على برشا صحاب من كل فئات كبار صغار، الكل يحبوا البسكليت كيفي أنا. واللي دخلت معاهم ربحت برشا حاجات، ربحت محبة الناس، وزدت البسكلة كون أنا كنت قبل معناتها كنت صحيح نحبها ومغروبة، ولكن مش كيما طو زدت عرفت قيمة البسكلة برشا، بالأخص في تونس كيما تعرفوا ياسر كراهب وياسر موفمون وكل شيء. البسكلة لقيتها هي تنجم تخرج منها ما كالضغط متاع الكراهب مع الواحد، بسكلة مجرد بسكلة دور بها في تونس كل شيء. هادنك معناتها ما عشت حتى لحظة سيركولاسيون ولا أي حكاية أخرى. أهمية هذه الفكرة دفعت بعض الأحزاب السياسية محاولة استمالة هذا المشروع، لأنه ما لقاش أذان صاغية أمام رغبة بيع فيه. الابتعاد عن التحزب سلاحهم في ذلك، عشقهم للدراجات الهوائية كرياضة مفيدة للصحة وتساهم في تعريف بلادنا أكثر، خاصة أنه منطق الربح يكاد يكون منعدم في هذه المبادرة المتميزة، واللي تبقى من أهم وسائل ربح الوقت بعيدا عن الضوضاء والاختناق المروري الكبير. برشا أحزاب حاولوا يجيوا معناها ويستقطبونا، لكن للأسف فما جمعيات أخرين تحزبوا، وهذا ما ينجم كان يوجع، على خاطر احنا غرامنا نطخ ما نقبل ننتميل حتى حزب، وما شرفني ننتميل حتى حزب معناها. ونفس الشيء بالنسبة للكافي فيلو، الكافي فيلو نصوم عباد نطخ، اللي عنده جمعية ولا عنده حزب ولا عنده أكلة مفضلة يحتفظ بها النفس، ويجي نتقابله في البسكليت ونمارس الرياضة متاعنا ونمارس الغرامة متاعنا. حشي ساعتين، شكري ساعتين وبيه مقام حتى مشكلة يا عايشة ديجا كنت تعطيني تقطع الفياق ونصفها داكو مش انبيست سهلة في السوقان، خاطر عندي برشا مسقش وما نحبش نسوق مع الكراهب برشا، حب كيس فارغ. تعرف شي بلاصه في الزون هذه؟ تنجم تمشي من هنا تخرج محمد الخامس تمشي حبيب الخير، تسمى اقل من بطبيعه حاجه كده، ولا تنجم تمشي جيت بالفيديو تو نعطيك الكاسك وتختار اي بسكليت تعجبك تهز على روحك. مرحبا بك. يعيشك. يظهر لي حل في السيركولاسيون في تونس انك تمشي تدريجيا للبسكليت. اي سامفي غانيه دو طون، خاطر حتى ولو عندي كهرباء باش نخسر وقت اذا كانت عاطل في لي زومبوتياج. معناها البسكليت تراه انت حل سريع؟ اي راه حل سريع ينجم يربحني الوقت. ايوا توا ساكوت شيغ والا لا ولا مرق؟ لا ساكوت موان شيغ كون فواتور والا كون موتو، ساكوت موان شيغ. من 400 عداء وعداء من 10 جنسيات خضوا 4 سباقات 5 كيلومتر، سباق 10 كيلومتر، وأيضا سومي ماراثون والماراثون في ماراثون زياتين. شوفوا التظاهرة هذه مع مادي قاسم وفيد زويغي وسارة شقرون. عاشت صفاقس يوم الأحد الماضي على وقع ماراثون صفاقس الدولي لزياتين في دورته السادسة. هذه الدورة شهدت مشاركة 400 عداء وعداء من 10 دول، هذا وقد وقع توزيع المشاركين على 4 سباقات
وهي على توالي سباق 5 كيلومتر، سباق 10 كيلومتر، نصف الماراثون 21 كيلومتر، والماراثون 42 كيلومتر. كا 6 إديسيون تعتبر إديسيون أولى في سيدي منصور، وإن شاء الله قاعدين إن شاء الله نبنيو السيركوي هذا كسيركوي كاليفيكاتيف بور لي شامبيونات دو موند إي لي جوز أولمبيك. جاو من بيولوروسيا سبيسيالمون للماراثون، جاو من الهند سبيسيالمون للماراثون. معناتها السفير الهندي موجود، جاو وفد كبير من الجزائر سبيسيالمون للماراثون، جاو من المغرب ليليت بور فير دو تايمينغ. اصغر واحد 16 سنه، اكبر واحد 84 سنه، الجمهوريه التونسيه موجوده، الشباب التونسي موجود من الكبير للصغير. كيس كون بو شنيا احلى صوره نجمو نسوقوها في الخارج وقت عندك هذه التشكيله كامله؟ ان شاء الله يكون حدث مهم، وان شاء الله يتعاود كل عام، وان شاء الله نطوروه يكون اكثر تطور ويعطي اكثر معناتها نظره طيبه للبلاد، ويعطي الوجه الحقيقي لهذه المدينه اللي هي ديما ناشطه ديما حيه، وكل أنشطة تتعاود بالحماس هذا وبالحيوية هذه. الماراثون هذا كنا نبداوه من وسط المدينة، واليوم ارتأت الهيئة المنظمة باش يكون في منطقة سيدي منصور اللي هي منطقة سياحية ومنطقة معروفة عالميا. أنا أكبر متسابق اسمي محمد القزغلي، 84 سنة، هذه المرة السادسة نشارك مع ماراثون سفاقس الدولي هذا ماراثون الزيتون، فهمت؟ وفرحان ياسر لان فيه نظام باهي. اول مره نجي لماراثون صفاقس، فرحان برشا، تجربه جديده في الرانينج، ان شاء الله ننجحوا فيها، وحبيت نشجع برشا ناس بظهوري هذايا. جينا نشاركوا هنا بثلاثة عدائين من النادي للمشاركة في هذا الماراثون الدولي تاع صفاقس. في هذه المناسبة إن شاء الله نشكر كل من ساهم وقام بهذا التنظيم المنظم من طرفكم، ونشكر كل الجمهور المشارك، ونتمنى نرجع المرة الجاية، وعجبتنا صراحة، والله عجبتنا صراحة. الطقس بارد، وإن شاء الله أنا على ما أظن غيكون أحسن ماراثون دولي. نحن كما قلت لك نحن سعداء جدا بحضورنا بدولة تونس وبمدينة صفاقس. والله الجو احتفالي في صفاقس، محلهم تظاهرات كي هكا يجوا في صفاقس يخلقوا معناتها حركيه في صفاقس، وحاجه باهيه ماذا بينا حوايج كيما هكا ثقافيه في صفاقس. شارك اليوم ب 10 كيلومتر في الماراثون تاع الزيتين، فرصه باش الواحد يقوم بكري ينشط شويه في هالطقس البارد، ولو انا ما نحبش نقول بارد، راه طقس دافي من 66 كيف. سي بور دوني اون موتيفاسيون. فانا ندش في عباد ما يجيوش النهار اليوم في صفاقس، شو يعمل كيف؟ لازم نكونوا احنا من الناس الاولى اللي نتجراو، اليوم اليوم السباقات تاع الطريق هذه حاجه، مو تشوف تو 58 دقيقه شوف الطقس بارد والاجواء هذه ما تلقاش حتى رياضه اخرى، اليوم السباقات تاع الطريق معناتها اليوم ممثله تونس في كل الجهات اللي راهم تونس كل المشاركين، حاجه مهمه، صوره جميله، ثقافه جيده نمشيو للسياحه الرياضيه، هذه تشجع حتى بلادنا على الاستثمار والنمو. كل إنسان يتكيف وهو محكوم عليه بالإعدام مع تأجيل التنفيذ، هذه لازم الناس تفهموها، الدخان راه ما يسمحش. نقعد في ألعاب القوى، نزيد نذكركم باللي تونس باش تحتضن من 6 إلى 9 فيفري البطولة الإفريقية المفتوحة للماستر في ألعاب القوى، الحضور هام جدا، وإن شاء الله في كل مرة تشاركوا، ومزيد الانخراطات، مزيد الاشتراكات، ماذا بكم الناس الكل تحضروا، ماستر محلولة للناس الكل، مفتوحة للناس الكل، نحبوا نشوفوا بطولة إفريقية ناجحة، خاصة لتونس باش تترشح لتنظيم البطولة العالمية، تمهيدا هذه النجاح هذه البطولة الإفريقية للماستر، نجاح إن شاء الله تنظيمي يكون ايضا رياضي. ميرسي توت ليكيب، يعطيكم الصحه الناس الكل، ميرسي لبنى، صباح الخير.